السلام عليكم. هنحل المسألة الرابعة. عندنا ساريتان ارتفاعهم من الأرض 2.3 متر، ربطنا حبلين مشدودين من الأولى لأسفل التانية ومن التانية لأسفل الأولى. نريد حساب ارتفاع تقاطع الحبلين من الأرض، أي ارتفاع العمود الأخضر كما بالشكل. الفكرة في المسألة إن احنا هنرسم الإحداث المتعامد على إحدى الساريتين بحيث تكون هذه السارية تمر بنقطة الأصل. المسافة بين السارية الثانية والسارية الأولى سأفترض أنها بتساوي سمول A، إذن هذه النقطة ستساوي سمول A وصفر، وهذه النقطة ستساوي صفر وتلاتة، وهذه النقطة ستساوي سمول A واتنين. لاحظ معي، لدينا الآن مستقيم يمر بالنقطتين صفر وصفر و A واتنين، ونحن نعلم أن معادلة الخط المستقيم يمكن كتابتها على الصورة Y بتساوي M في X زائد C، حيث M هو الميل للخط المستقيم وسي هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات. يمكن حساب الميل والذي يساوي فرق الصادات على فرق السينات، ويمكن اختيار اي من النقطتين للخط المستقيم. اذا ميل الخط المستقيم سيساوي 2 ناقص 0 على A ناقص 0، اذا الميل بيساوي 2 على A، وسي بتساوي 0 لان الخط المستقيم بيمر بنقطة الاصل. اذا معادلة الخط المستقيم Y ستساوي 2 على A في X. الخط المستقيم الثاني بيمر بالنقطتين A وصفر وصفر وتلاتة، يمكن أيضا حساب الميل ويساوي 3 ناقص صفر على صفر ناقص A، إذا ميل الخط المستقيم الثاني بيساوي سالب 3 على A. وسنلاحظ أن طول الجزء المقطوع من محور الصادات سيساوي 3، أي C بتساوي 3. إذا يمكن كتابة معادلة الخط المستقيم الثاني Y بتساوي سالب 3 على A في X زائد 3. الآن لكي نحسب ارتفاع تقاطع الحبلين من الأرض، أي طول العمود الأخضر، إذا نريد حساب قيمة Y، وبحل المعادلتين نستطيع إيجاد نقطة التقاطع. فمن المعادلة 1 سيكون قيمة X بتساوي A في Y على 2، وبالتعويض في المعادلة الثانية عن قيمة X، إذا Y بتساوي سالب 3 على A في A في Y على 2 زائد 3، وهذا بيساوي سالب 3 على 2 في y زائد 3. اذا y زائد 3 على 2 في y بتساوي 3، ومنها y بتساوي 6 على 5، اذا y بتساوي 1.5. ملاحظة هامة من هذه المسألة ان ارتفاع تقاطع الحبلين من الارض لا يعتمد على المسافة بين الساريتين، فمهما كانت قيمة A فسيظل الارتفاع ثابت وبيساوي 1.5 متر. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من المسألة واستمتعتم بالشرح. ما تنسوش ادعمونا أنك تعملوا لايك للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا في القناة، ونعتذر الاختيارات في المسألة كانت بها خطأ، وانتظروا حل المسألة الخامسة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.